إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف. ما حكم غسل فرج الطفل؟ هل ينقض الوضوء؟ لا، يعني مس عورة الطفل لا ينقض الوضوء، بل مس عورة الإنسان البالغ لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة. وبهذا نجمع بين حديث طلق بن علي وبصرة بنت صفوان، فإن حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك. حديث بصرة: من مس ذكره فليتوضأ. نقول إذا كان لشهوة وجب الوضوء، وإذا كان لغير شهوة لم يجب. ويوحي إلى هذا التفصيل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هو بضعة منك. فإذا مسسته كما تمست بقية الأعضاء، ومعلوم أن الإنسان لا يمس الأعضاء غير الذكر لا يمسها للشهوة أبدا، أليس كذلك؟ طيب، نقول إذا مسسته كما تمس سائر الأعضاء بدون شهوة فإنه لا وضوء عليك، وإن مسسته بشهوة فعليك الوضوء، لأنه ربما يخرج شيء منك مع الشهوة من حيث لا تشعر. نعم، الخلاصة أن مس الذكر ذكر الكبير والصغير لا ينقض الوضوء إلا إذا كان شهوة، والذي يغسل فرج الصبي قطع ليس عنده شهوة.